ألف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين، نيابة الألف عن الضمة، قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله نيابة الألف عن الضمة. ملخص ما قلناه في المحاضرة الماضية، قلت لكم إن علامات الإعراب الأصلية الضمة تكون علامة الإضراب، والفتحة تكون علامة النصب، والكسرة تكون علامة الجر، والسكون علامة الجزم. هذه تسمى علامات إعراب أصلية. الأسماء الستة عرفنا أنها ترفع بالواو، نقول حضر أبو بكر، فأبو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، والجمع المذكر يرفع بالواو أيضا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة. إذا الضمة هي علامة أصلية تكون في الاسم المفرد مثل رجل، وجمع التكسير رجال، وجمع المؤنث زي مسلمات، والفعل المضارع بس والله يقول الحق. إذا الضمة علامة أصلية تكون في الاسم المفرد زي رجل، وجمع التكسير فيه رجال يحبون أن يطهروا، مسلمات جمع مؤنث سالم. الله يقول الحق، كلمة يقول فعل مضارع مرفوع. هذه مواضع مجيء الضمة. ينوب عن الضمة الواو في بابين، في باب الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذوما. هذه الأسماء ترفع بالواو في القرآن الكريم: وأبونا شيخ كبير، ترفع بالواو نيابة عن الضمة. كذلك كلمة أخوك، أقول حضر أخوك، وحضر ذو مال يعني صاحب مال، وهذا أخوك يعني فم. جمع المذكر سالم قلت يرفع بالواو نيابة عن الضمة: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، كل هذه أسماء مرفوعة بالواو. الألف علامة للرفع في المثنى. قال رجلان، قال فعل ماضي، رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف. هذه الألف نابت عن الضمة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، مثل المحمدان مذاكران، واو الجماعة الطلاب يذاكرون،
يا المخاطبة أنت يا فاطمة تذاكرين. قد يقول قائل إنك ذكرت ثلاثة فقط فكيف جعلتها خمسة؟ قلت أفعال خمسة، لأن الفعل عند إسناده إلى ألف الاثنين له صورتان، إما أن يبدأ يا الغيبة أو تاء الخطاب. فإذا قلت أحمد وأخوه يصليان في المسجد، فكلمة أصليان تدل على أنهما غائبين، تدل على أنهما غائبان، يعني ليس موجودا معنا. فطيب أين أحمد ومحمد ومحمد؟ أقول هم يصلون. إذا بدأ بالياء، ممكن تبدأ بالتاء، هل كنتما تصليان؟ هل كنتم تصلون؟ إذا ألف الاثنين لها صورتان، إما أن يبدأ بها الغيبة أو تاء الخطاب. التلميذان يصليان وأنتما تصليان، هما يذاكران أو هما يلعبان وأنتما تلعبان، هم يذاكرون وأنتم تذاكرون. إذا التالي تدل على الخطاب، يعني بكلم الناس موجودة أمامي، وهم تدل على الغيبة. إذا عند اتصال بألف الاثنين له صورتان، وعند أول جمع له صورتان، باقي صورة واحدة فقط اللي هي إسنادها إلى ياء المخاطبة تبدأ بالتاء، لأجل هذا سماه العلماء أفعال خمسة، وهي ترفع بثبوت النون. يعني كلمة يذاكر ده مرفوع عن طرف الضمة، لما أقول الطلاب يذاكرون، النون نابت عن الضمة. قال تعالى والله خبير بما تعملون، هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. إذا وجود النون نبع عن الضمة، لكن في الأفعال الخمسة. فالضمة علامة أصلية تنوب عنها الواو في الأسماء الخمسة، وجمع المذكر تنوب عنها الألف في المثنى، تنوب عنها ثبوت النون في الأفعال الخمسة. هذا ما ذكره الشيخ. قبل أن ننتقل من هذا الدرس وندخل في علامات النص، تتكلم عن المثنى في القرآن الكريم، يقول ربنا جل وعلا مخاطبا سنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. انظروا معي إلى كلمة قلوب. قلوب جمع تكسير مفردها قلب، والقرآن يخاطب اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله عنهما. إن تتوبا، هذه تسمى ألف التثنية. الشبهة التي وردت على هذه الآية يقول كيف يجعل القلبين قلوبا؟ يعني السيدة حفصة لها قلب والسيدة عائشة لها قلب، فكان البابن يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلبكما، يعني قلبان قلبان، قلب وقلب قلبان، حذفت النون للإضافة، فالنون تحذف لأجل الإضافة. تبت يدا، يعني تبت يدان، تبت يدا أبي لهب وتب، أصلا تبت يدان، فالنون تحذف عند الإضافة. إنا مرسلو الناقة، أصلها مرسلونا، تحذف النون عند الإضافة. فقد صغى قلباكما، يبقى قلبان حذفت النون لأن الكلمة أضيفت إلى ما بعده اللي هو الضمير يعني. لكن القرآن قال فقد صغت قلوبكما، لم يأت بالتثنية وإنما أتى بالإيه؟ بالجمع. هذه شبهة يعني، يقول لك كيف يجعل القلبين قلوبا؟ عرفنا الشبهة؟ طيب نقول للمعترض لو كان هذه الشبهة، يعني هذه الشبهة لو كانت حقيقية أو كان القرآن في خطأ كما تصور القائل، لكن أولى الناس بإظهار الخطأ هم العرب، الفصحاء، البلغاء، الشعراء، الخطباء، هؤلاء العرب كثير منهم ظل على كفره إلى أن مات. يعني مش هنقول المسلم هيجامل القرآن، لا، ده هو عربي فصيح وفي نفس الوقت مكذب للرسول أو معادل الرسول ومعادل الصحابة الكرام.
ومع ذلك لما سمع القرآن شهد له في علو المكانة أنه ليس من كلام البشر، وقال في كلامه إنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن هذا ليس بخطأ، ده اسمه رد عقلي. يعني لو كان الأصول ده خطأ كان أولى الناس بإظهاره هم العرب. الرد العلمي نقول العرب عندما تثني شيئا لا يتكرر، يعني خذوا بالكم الرأس لا تتكرر في الجسد، صح؟ قولوا صح؟ طب إيه ليه تتكرر ولا لا؟ طب والرجل مكررة، صح؟ تنميه ليه النهاردة؟ إحنا قلنا العرب إذا أرادت أن تثني شيئا لا يتكرر زي القلب، هو بس واحد بس في الجسد، لكن العين إيه؟ تتكرر، والرأس لا يتكرر، صح كده؟ فعندما تريد العرب أن تثني شيئا لا يتكرر زي الرأس زي القلب فلها ثلاث لغات، لغة اسمها لغة الإفراد، ولغة اسمها لغة التثنية، ولغة اسمها لغة الجمع. يعني أخونا عمرو أتى بأخيه الصغير في عيد الأضحى، قال تعال علشان تشوف أنا هذبح الآن كبشين، كبشين على خروفين يعني. فقال له أنا قطعت رأس الكبشين. طبعا الولد الصغير يعرف ان اخوه ده يقصد بالراس كم راس؟ ما هو قدامه كبشين، صح ولا لا؟ هو تكلم بلغه الافراد، يقول قطعت راس الكبشين، ويقصد ايه؟ راسين. دي اسمها لغه ايه دي؟ الافراد، يعني عبر عن المثنى بالافراد. لغه ثانيه يقول قطعت راسي الكبشين. دي اسمها لغه ايه دي؟ تثنيه. اللغة الثالثة يقول قطعت رؤوس الكبشين، اسمها لغة ايه دي؟ الجمع. هذه أفصح لغة عند العرب. أفصح لغة عند العرب، وذلك القرآن نزل فيه. إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا. لعلكم تعقلون. ليه اللغة دي أفصح اللغات؟ لسببين. السبب الأول خفتها على اللسان. والسبب الثاني أمن اللبس على السامع، يعني السامع نفسه لما يسمع يقول أنا قطعت رؤوس الكبشين يعرف إن يقصد بالرؤوس إيه؟ لأن كل كبشين رأس واحد، صح ولا لا؟ فبزينها خفيفة على اللسان. اسمعوا كده معايا، إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلبكما، فقد صغت قلوبكما، أيهما خف؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرج في وقت الظهيرة، طبعا وقت الظهيرة ده تبقى الحرارة مشتدة جدا في السعودية في جزيرة العرب، فالناس ده اسمه وقت قيلولة أو هم قائلون مذكورة في القرآن، بياتا أو هم قائلون، فالواحد ينقص في بيته في الوقت ده، لأنه لو تعرض للشمس ممكن يجيله ضرب الشمس. سامعين ولادي؟ فلما وجد ابا بكر يخرج في نفس الوقت ده وعمر خرج فقال، تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما اخرجكما من بيوتكما. الله، طب ده سيدنا ابو بكر خرج من بيت واحد صح؟ وسيدنا عمر خرج من ايه؟ يبقى كان بيت؟ بيتين. بيتين؟ لو قال ما أخرجكما من بيتيكما، ما أخرجكما من بيوتكما، أيهما أخف؟ أهو ده عشان كده بقى. فإحنا قلنا طبعا البيت مش هيتكرر، ممكن واحد فصيح ولا لا، طب ما ممكن عمر يكون عنده 10 بيوت، إن شاء الله يكون عنده 20، لكن ساعة ما خرج من إيه؟ من بيت واحد، صح ولا لا؟ صح. فإذا لغة العرب إذا أرادت أن تثني شيئا في الجسد ها؟ أو شيء لا يتكرر لها كم لغة؟ لغة الإفراد والتثنية والجمع. أفصح لغة هي لغة إيه؟ ودي إيه؟ قلنا لأنها خفيفة على اللسان. الآية الثانية اللي فيها إشكال في المثنى هي قول الله عز وجل هذان خصمان
اختصموا يقول هذان المثنى وخصمان مثنى ازاي يقول اختصموا يبقوا جماعه صح ولا لا؟ هو يقول لك كنصاب يقول هذان خصمان اختصما علشان نجاوب برضه هنجاوب نفس الاجابه يعني انه لو هذه الشبهه التي اوردها المتكلم كانت يعني صحيحه فيها خطا لكن اولى الناس بإظهار الخطا اللي هم مين؟ العرب من دي لغتهم لكن يسمعوها ويقروها ويأيدوها ويشهدوا لها ويفعل المكان معناها مش خطأ. نيجي الرد العلمي نقول إن المثنى عند العرب قسمان، في مثنى حقيقي ومثنى لفظي. الحقيقي له مفرد، يعني شوف يا أولاد نقول إيه؟ هذان انظروا كده هذان إيه؟ قلمان مفردها إيه؟ قلمان أو ده اسمه مثنى حقيقي. هذان رجلان مفردوا ايه؟ هذان بنتان مفردها؟ ده مثنى حقيقي. اللي ليه مفرد اسمه مثنى حقيقي. ده الخبر نجيب له مثنى مثله بالضبط. اقول البنتان ناجحتان، الرجلان حاضران، القلمان جريدان. لكن لن اقول الرجلان حاضرون او البنتان ناجحات، لا يجوز. وهناك مثنى اسمه مثنى لفظي. مثنى يا ولادي؟ يعني لفظه مثنى ومعناه جمع. فمثلا اخونا عمرو اذا اراد ان يقسم المجموعه اللي امامي الى فريقين، فريق الف وفريق ب، ونحن الان هنختبر نعمل اختبار وامتحان للفريقين، اللي هينجح او اللي هيفوز نعطيه جايزه. فالفريقان زي الاهلي والزمالك كده، الفريقان نلاحظ على ارض الملعب الفريق فيه 11 لاعب، صح؟ يا بنات قولوا صح؟ صح. قلت تعالى احسن امشي. انا ما بحبش اكلم نفسي. انا بكلمكم مش عشان اكلمكم، عشان تتجاوب معايا في الكلام. ونفهم ايه الموضوع يعني. فقلنا الفريقان، الفريق فيه 11، فيه كم لاعب؟ 11 11 بالمجموع كام؟ 22. طب 22 دول جمع ولا مثنى؟ لكن اذا اللفظ نفسه، اللفظ نفسه مثنى، اللفظ اللي خارج من الفم مثنى لكن معناه ايه؟ فيجوز للمذيع ان يقول الفريقان تعادلا، ويجوز ان تقول تعادلوا. اذا قال تعادلا يبقى على اللفظ، واذا قال تعادلوا يبقى على المعنى. قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ماشي اقتتلتا؟ لا قد اقتتلوا، لانه المفروض الطائفه دي هي نابعة امه عظيمه زي ما حصل مع العراق والكويت. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ما قالش اقتتلوا، لا قد اقتتلوا. ليه عبر بالجمع ده؟ لان ده مراعاه للمعنى. فيجوز للمتكلم ان يقول الفريقان تعادلا او تعادلوا، هذا جائز وهذا جائز. فعندما قال ربنا جل وعلا هذان خصمان، يعني أربعة من الصحابة أمام أربعة من المشركين. فالخصمان زي الفريقان زي الطائفتان زي الجيشان، يعني جمع. فلفظه مفرد لكن معناه جمع. فيجوز للمتكلم أن يراعي اللفظ ويراعي المعنى. يقول خصمان اختصما، يعني هذان خصمان اختصما أو اختصموا. لكن القرآن قال اختصموا لكي يشعر السامع بأنهم ليسوا اثنين، ده جماعة. وذلك اختصموا في ربهم. في ربهم، في ميم علامة الجمع. واضح يا ولادي؟ واضح. إذا المثنى بينقسم في كلام العرب إلى كم قسم؟ المثنى حقيقي ومثنى لفظي. الحقيقي لو يعني تخبر عنه بمثنى مثلي. أقول القلمان جديدان، الرجلان حاضران، البنتان فاهمتان. المثنى اللفظي يعني لفظه مثنى لكن معناه جمع. فالمتكلم له خيار، اما ان يراعي اللفظ او يراعي المعنى، ده صح وده صح. يعني اقول مثلا الفريقان تعادلا في المباراه، الفريقان تعادلوا. اذا قلت تعادلوا يبقى راعيت المعنى انه جمع، واذا قلت تعادلا يبقى راعيت اللفظ انه مثنى.
هل أنتم فاهمين؟ طيب نعود يقرأنا النصب يا شيخ عمرو. علامات النصب. قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. لازم الفتحة. أيوة. وإيه كمان؟ الألف. والألف. والكسرة. والكسرة. والياء. والياء. وحذف النون. حذف النون. صلوا على الحبيب. الفتحة علامة النصب الأصلي، وهذه الفتحة تكون في اسم المفرد. أقول مثلا رأيت رجلا، هي منصوب الفتح، مفعول به منصوب الفتح. رأيت رجالا، تجمع تكسر. طيب أقول لن نبرح عليه عاكفي، لن نبرح، لا فعل مضارع منصوب، منصوب قائد نصب، لن أكلمك يوم إنسية، فالفعل المضارع أيضا ينصب الفتح. يبقى إذا المنصوب الفتح المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. هذه أولادي مواضع مجيء الفتح، دي علامة أصلية ينوب عنها الألف، لكن في الأسماء الخمسة القرآن يقول إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. إن دي حرف ناسب، تنصب اسم وترفع الخبر. فأبانا اسمنا منصوب بس علامة نصب الألف. إذا الألف نابت عن الفتحة في الأسماء الخمسة. أقول رأيت أباك، شاهدت أخاك. في القرآن الكريم أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال يعني صاحب مال. فهذه الأسماء تنصب بالألف نابة عن الفتح. الألف هنا نابة عن الفتح في الأسماء الخمسة فقط. تنوب عنها الياء في بابين، في جمع المذكر وفي المثنى. هنشوفها لما أقول رأيت مسلمين، رأيت مسلمين. المثنى المثنى ينصب بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. الجمع المذكر العكس. إن المسلمين، يبقى ينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. فدايما نون المثنى مكسورة. قال رجلاني، طبعا ما فيش علاقة بالإعراب عشان الواحد يقول مرفوع بالكسرة، لا ملاش علاقة به، بس فقط الكسرة والفتحة فقط للفرق، للفرق بين النون المثنى ونون الجمع. دائما نون الجمع مفتوح. قد أفلح المؤمنون نا، الذين هم في صلاتهم خاشعون نا، فنون الجمع مفتوح. ونون مجموع وما به التحق تفتح، ده كلام الشيخ ابن مالك. وقل من بكسر النطق، ونون ما يسكنون والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، يعني انتبه لهذا الفرق. فدائما نون المثنى مكسوره. رايت مسلمين، مهندسين، قرات كتابين، حفظت جزئين. ونون الجمع مفتوحه ويكون قبل ياء كسره. اقول رايت مسلمين او شاهدت مهندسين او رايت مؤمنين. اذا الياء تنوب عن الفتحه في بابين،
في المثنى وفي جمع المذكر. طيب كيف نفرق بينهما؟ المثنى الحرف اللي قبل الياء مفتوح والنون اللي بعد الياء مكسورة، والجمع المذكر بالعكس. الكسرة تنون عن الفتحة في جمع المؤنث. إيه هو جمع المؤنث؟ ما دل على أكثر من اثنتين. يعني أختنا دي اسمها فاطمة ودي فاطمة ودي فاطمة. كم فاطمة عندنا؟ وبالجمع فاطمات، صح ولا لا؟ لما انحضرت فاطمات البحر طم وأنصب وأجرها بالكسرة، سلمت على مسلمات. المفترض كما عرفنا إن الضم علامة الرفع، والفتح علامة النصب، والكسر علامة الجر، صح يا ولاد؟ انظرنا إلى هذا الذي حدث. الفتحة راحت الكسر، يعني ذهبت إلى الكسر. قالت لها أنا تعبت من كسرة النصب، كل شوية تعب، منصوب منصوب منصوب. فأنا أرجوك حلي محلي في جمع المؤنث. خلاص انا احتاج، يعني انا احل محلك بس بشرط لو احتجتك الاقيك خلاص والناس لبعضها مفيش مشكله. فاصبح جمع المؤنث هينصب بالكسره نيابه عن الفتح. شوف كده القران بيقول ايه؟ خلق الله السماوات والارض. السماوات خلق فعل ماضي، الله رب جل فاعل، السماوات مفعول به. منصوب بالفتحه ولا بالكسره؟ يبقى الكسر نابع عن الفتح. إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى الحسنات، إن الحسنات اسم إن منصوب بس بالكسر نابع عن الفتح. فالكسرة تنوب عن الفتحة في باب واحد فقط اللي هو إيه؟ يبقى خد بالكم، الفتحة دي علامة أصلية تكون في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد. أقول مثلا رأيت رجلا ورأيت رجالا، اشتريت قلما وأقلاما. في الاسم، في الفعل المضارع المنصوب، لن أكلم يوم إنسيا، لن نبرح عليه عاكفين، رضا منصوب على تنصب الفتحة. ينوب عن هذه الفتحة الألف في الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وأخوك ذمان، هذه تنصب بالألف. أقول رأيت أباك، شاهدت أخاك، رأيت حماك، رأيت رجلا ذا مال، نظفي فاك. يبقى كل ده مرفوع بالألف، عفوا منصوب بالألف نيابة عن الفتحة. قلنا الياء تنوب عن الفتحة في كم باب؟ في جمع المؤنث في إيه؟ أشوف إن المسلمين. قال تعالى ورفع ايه؟ ابويه. يعني رفع ابويه. الياء نابت عن الفتح. صح ولا لا؟ صح. طيب. الكسره تنوب عن الفتحه في جمع المؤنث السالم. اقول رايت الطالبات، شاهدت المدرسات، يبقى ده منصوب بالكسره نابت عن الفتح. الحمد لله كده واضح؟ طيب. لما نحذف النون في الأفعال الخمسة، حذف النون نبع الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا لسه من شوية قلنا إيه؟ إن الأفعال الخمسة ترفع بصوت النون. صح ولا لا؟ صح. هننصبها بحذف النون. تنالون أحذف النون. تنفقوا أستنفقون أحذف النون. إذا الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، يبقى حذف النون نابع عن الفتحه في الافعال الخمسه. واضح يا اولاد؟ يبقى الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع مش ماضي اتصلت به الف باثنين. الولدان يذهبان الى المسجد، الرجال يذهبون، وانت تذهبين. هذه الافعال ترفع بصفه النون وتنصب بحذف النون. فحذف النون نابع عن الفتحه. وطبعا الايه اللي احنا ذكرناها موجوده في سوره ال عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وتنفقوا منصوب بحد بس بحذف النون. تنالوا
منصوب بحذف النون، وأداة النصب لن. الحمد لله كده واضح يا ولاد؟ يلا يلا يا أستاذ كمل. نيابة الألف يعني فتحة. لا احنا خلاص خلصنا، احنا نخش في الجرعة. لا احنا هلكنا علامة الجر أصلا، احنا خلصنا الفتحة وقلنا ما نوب عنها. علامات الخط. ايوه. قال وللخط ثلاث علامات. ايوه. الكسرة والياء والفتحة. الكسرة معنى كده الياء والفتحة، مش كده؟ نعم. في حاجة تانية؟ طيب صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الكسرة دي علامة أصلية. أقول سلمت على رجل وعلى رجال وعلى مسلمات. إذا الكسرة دخلت اسم المفرد، هي الكسرة دي علامة أصلية يعني. واضح يا ولاد؟ سلمت على رجل ده اسم مجرور على مجرور الكسرة. على رجال اسم مجرور على مجرور الكسرة. على فتيات ده جمع مؤنث برضه مجرور على مجرور الكسرة. إذا الكسرة اللي هي علامة أصلية تكون فيها ولاد ها؟ في المفرد جمع تكسير جمع مؤنث. صح ولا لا؟ طيب. هل تذكرنا ما قلت لكن منذ قليل؟ إنه جمع مؤنث قلنا يرفع بالضمة. حضرت المسلمات. وبعدها يجر بالكسرة سلمت على طالباتي. الفتحة ذهبت إلى من؟ وطلبت منها أنها تحل محلها من جمع المؤنث. قال خلاص بس أنا أحل معاك بس بشرط، لما أحتاجك عليك رجاء أنا. في عندنا اسم ملون زي محمد ده اسمه عندنا في النحو مصروف، ومعنى مصروف يعني ملون. أخونا عمرو قال شوف يا أستاذ أنا اسمي عمرو، هو يقول كده. ولي أخي اسمه عمر. سمعت ولادي ولا لا؟ أهو عمرو ده منون. لكن عمر ما ينفعش أقول عمر، هذا اسمه عندنا ممنوع من التنوين. الممنوع من التنوين ده ما أجروش بالكسرة، أجره بالفتحة نيابة عن الكسرة. نقول عن عمراء رضي الله عنه وأرضاه، عن عمراء. لكن ده أجره بالكسر، أقول عن عمر سلمت على عمر. فالمنون مجرد الكسر. طب وغير المنون اللي هو ممنوع من الصرف مجرد الفتح. وذات منوف في التحيات اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، صح ولا لا؟ صح. الأول جرناه بالكسر مع التنوين، الثاني غير منون مجرد بالفتح. اذهب إلى فرعون لقد كان في يوسف. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعده وأوحينا إلى إبراهيم، صح ولا لا؟ صح. إذا الده الاسم ممنوع من الصرف. الفتحة حلت محل مين؟ يا ريت ترد أنت معايا. يعني الفتحة حلت محل الكسر. يعني حصل فيه تبادل، صح ولا لا؟ صح. وإحنا عندنا في جمع مؤنث والاسم ممنوع من الصرف. جمع المؤنث الكسره حالت محل الفتح. ان الحسنات اسم ان مش منصوب الفتح، منصوب الكسره نيابه عن الفتح. الممنوع من الصرف يحصل العكس، الفتحه هتنوب عن الكسره، صح كده؟ صح. طب قلتلها شيماء قد اعرف ازاي ممنوع من الصرف. انا طبعا ذكرت المثال، لكن بالسؤال هذا اضطر ان انا اشرح الممنوع من الصرف كامل. ليه؟ انا حبيت اجيب مثال، لكن بقيت تكون يعني جبت لي عمر وسكت، فانا اعرف بقيت الاسماء اعرفها ازاي. فاحنا هنفترض هي هتعرفنا عن نفسها، البنت اللي اسمها شيماء. هي هتعرفنا عن نفسها. عشان بس ما فيش واحده تقول انا مش فاهم بعد كده. صح ولا لا؟
فشيماء تقول يا استاذ انا اسمي شيماء. قلت لها اهلا وسهلا. كانت الاخت الثانيه اسمها فاطمه، واحده اسمها زينب، خلاص، واحده اسمها ليلى. دي الاخوات. قلت لها وبعدين انت اخويا الكبير اللي اسمه عمر اللي هو الواد ده، وبعدين في عندنا عمر، وبعدين ابراهيم، وفي احمد، وفي عثمان، وفي طلحه، وفي معدي اكرم. ده الاخوه الرجال يعني. الصفات في واحد دايما غضبان، وواحد شكله احمر، وبعدين احيانا ندخل مسجد او بيت مثنى وثلاث ورباع. وقت يا استاذ لي اخوات اخر، يعني ابويا متجوز برومي ومخلف منها بنات اخر، يعني فاهمين يا ولاد ولا لا؟ هي بتقول كده. وبعدين كلنا بنصلي في مساجد، وعندنا في بيوتنا مصابيح. ده كده خلاصة إنه نعمل صف كامل. فالأستاذة شيماء هتبص يا أستاذ أنا هشرح لك، هي بنتها تقول أنا هشرح لك. قلت لها اتفضل. أنت تقول عمرو، أنا نطقت دي أقول لها منون. هذا المنون ده اسمه في النحو مصروف. مصروف يعني مش مصروف يعني فلوس تصرفيها. لا، إحنا المقصود بكلمة مصروف يعني منون. والاسم المنون ده هترفعه بضمه، هتقول حضر عمرو، بس ترفعه بضمه مع التنوين. تقول حضر عمرو، رايت عمرا، سلمت على عمر. زي ما تقول حضر محمد، رايت محمدا، سلمت على محمد. في القران محمد رسول الله، صلوا عليه. ونسمع الوزن يقول اشهد ان ايه؟ محمدا. في التحيات اللهم صل على محمد. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ يبقى اذا المنون يرفع بايه؟ بالضم. ينصب بايه؟ مجرد ايه؟ مع التنوين. خلاص كده فهمنا؟ كل الاسماء اللي انا هقولها لك بعد كده هي ممنوعه من الصرف. يعني ايه يا بنتي ممنوعه من الصرف؟ يعني في عندها ونو. طب وايه كمان؟ الاسم اللي مش هيون ده هتجره بالفتحه نيابه عن الكسر. ولا انا مش مصدق. طب تعالى نحتكم الى احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ طيب، في حديث من ضمن أحاديث البخاري رواه سيدنا عمر، يقول عن عمر، عن عمر، شوف هو ابن الخطاب، ابني مش ابنه كمان، لأن هذا مجرور بفتحة نيابة عن الكسر. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، الحديث معروف يعني. أهي عن عمر. فعمر ده يا استاذ ممنوع من الصرف. يعني لو نبغى قلت له طب يا بنت ايه اللي ممنوع من الصرف؟ حد زعله؟ قالت لا، اللي ممنوع من الصرف عشان سببين. اولا عالميه والعرب. قلت له يعني ايه عالميه؟ قد العلم معناه اسم الشخص، اسمه علم، مش علم مصر او علم السودان. العلم يعني اسم شخص، والعالم ده المعرفة. صح يا ولادي؟ صح. وبعدين معدول، يعني ده علم معدول. يعني ايه معدول؟ كان اصل في الاصل كان عامر. ابويا سماه عمر. لما عدلنا الاسم عامر خلانا عمر. زافر بقى زفر، زاحف بقى زحى، زحى. اللي عامل فعل. هذا ممنوع من الصرف. لسببين، للعالمية والعدل. العالمية يعني اسم شخص. والعدل يعني هو معقول عن عامر. طيب فاطمة، قال فاطمة وزينب، فاطمة فيها تاء تنس، لكن زينب ما فيهاش تاء تنس. ده يمنع من الصرف وده يمنع من الصرف. حتى اسم أخوي اللي هو اسمه طلحة ده المعنى هنا برضه. ده مؤنث لفظ، اللفظ بس مؤنث. ده مؤنث لفظ معنوي. ده معناه بس عشان ما فيش تاء تنس. كله ده يمنع من الصرف. تقول سلمت على فاطمة وعلى زينب وعلى طلحة، كل يوم ممنوع ممنوع من الصرف، أي على المؤنث ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ عشان مؤنث. علم ومؤنث. العلم المؤنث يمنع من الصرف.
يعني لأن هنا لين نون، وعندما أجر أجر بإيه؟ بالفتح. طيب ليلى وشيماء، ليلى دي سماع عندنا ألف تأنيث مقصورة يعني مش مقدودة، لو تمديها هتقولي شيماء، تمد الألف تجيب لك همزة، دي مش هتمديها هتبقى بسمة مقصورة، بيسموها لغة القصر ليلى بشرى سعدة. إنما نقول علياء وشيماء وهيفاء، تقول سلمت على شيماء، وده في الأحاديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، عن أسماء. طب القرآن الكريم إن هي إلا أسماء، صح؟ طب ما هي منونة أهي، لا دي جمع اسم، يعني الصنم ده اسم ولاد وده اسم عزة وبتاع، فربنا قال إن هي إلا أسماء، لكن لما تسمي بنتك أسماء أصبحت على أنثى، صح ولا لا؟ هي دي تبقى ممنوعة من الصرف. نأتي كلمة إبراهيم، ده في سببان يعني، علم وأعجمي، معنى أعجمي يعني مش عربي. وكل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية إلا أربعة، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن إبراهيم وإسماعيل وإدريس ويعقوب وإسرائيل وإسرافيل ويوسف، كل دي أسماء أعجمية. والزهر حتى نقرأ في القرآن لقد كان في يوسفا، ما قلناش يوسف، صح يا ولاد ولا لا؟ أحمد ده علم على وزن الفعل، ويتم أشرف، فعندنا أحمد وأكرم وأشرف، ده علم على وزن الفعل. عثمان علم أخذ ألف ونون، قال تعالى شهر رمضان، نقول شهر رمضان، يبقى إذا كل ده ممنوع من الصرف. غضبان زي مين يا ولاد؟ ها؟ بس ده علم لكن ده صفة. طيب أحمد زي مين؟ بس ده صفة، يعني أقول هذا كتبت بقلم أحمر، وهنا سلمت على أحمد، ومبشر بالرسول يأتي بعد اسمه أحمد، ما نقولش أحمد. مثنى وثلاث ورباع دي صفات معدولة، فنقول له سيد عمرو، يا عمرو نعم، أقول له لو سمحت أدخل الطلاب مثنى يعني اثنين اثنين، طيب ثلاثي يعني ثلاثة ثلاثة، رباع يعني أربعة أربعة، وده في الحديث صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى، فهمتوا ولاد ولا لا؟ ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني أربعة أربعة، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. كلمة أخر معدولة عن أخريات، يعني دي شيماء بتقول دي أخوات أخر، يعني مغيرات يعني، يعني غير دول، غير شيماء وفاطمة وزينب يعني. قال تعالى تعدد من أيام أخرى. مساجد اسمها صيغة منتهى الجموع، نعرفها ازاي؟ كل جمع تكسير ثالث وألف بعده حرفان، زي مساجد، مصانع، كنائس، ها؟ أو ثلاثة وسطها ساكن زي مصابيح، قناديل، تماثيل. إن زلنا السماء الدنيا بمصابيح، بس هذه خلاصة كل الممنوع من الصرف. الحمد لله فهمتيه ولا عندك؟ عشان ما ترجعيش تقول عرفت ازاي، انا عرفتك الحمد لله. نعم. هذه الواو يا بنتي تسمى الفارقة، يعني هي ليست منطوقة، ليست منطوقة، هي وضعها العلماء كتابة للفرق بين عمر وعمر، فاهمة؟ زي كلمة الرجال ذهبوا، شوف يا بنتي الرجال جلسوا، هذه اسمها واو جماعة، ومحمد يدعو، هذه واو علة، فنضع الألف لكي نفرق بين واو الجماعة وواو العلة. كذلك عمر آخرها راء، وعمر آخرها راء، فلا نعرف من هو عمر ومن هو عمر، فوضعنا الواو في عمر للفرق بينهم بينه وبين عمر، فهذه ليست منطوق، يعني عمر وعمر هذه راء وهذه راء، لكن اسم الواو الفارقة، يعني إذا كان لك أخوان توأمان الناس لا يعرفون من هذا ومن هو هذا، من؟ هذا اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، لكن من هذا ومن هذا لا تدري، لأنهم متشابهان زي عمر وعمر. فنلبس أحدهما زيا يختلف عن الآخر، فهمت ولا لا؟
حتى نميز بينهم. عرفتي؟ طيب قولي يا عمرو اللي بعد كده. على متى الجزم؟ قال وللجزم على متى؟ احنا خلاص خلصنا اللي. طيب ها يلا يا احنا قلنا نسمي النون من الصرف وجر بالفتحه بس بشرط الا يفرق بالالف. يعني مثلا صليت في مساجد مساجد لو قلنا المساجد يبقى جر بالكسر. فاي اسم ممنوع من الصرف لكي يمنع من الصرف لا يقترن بالالف ولا يضاف الى ما بعده. ولذلك لما نقرا في سوره النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن في سورة في ظروف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني أحسن هي أحسن ويبقى حرف جر وفي حرف جر. إن جر بالفتحة إن جر بالكسرة. السبب أنها هنا ليست مضافة ولا مفعلة بأ. ما قلت لو قلت بالأحسن هتجر بالكسرة. طيب أحسن تقويم هتجر بالكسرة. الشيخ ابن مالك يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. يعني يشترط في جر الممنوع من الصرف بالفتحة شرطان ألا تكون في أل. يعني إذا قلت صليت في مساجد أنا عايز أجرها بكسرة أقول صليت في المساجد أو أضيف الكلمة معها أقول مساجد مصر مساجد مصر صليت في مساجد تجرب الفتح. لو اقترن الاسم ده بأل الفتحة تنقلب بكسرة على خالص. طب لو أضفتها ما بعدها أقول مساجد مصر أو مصالح القاهرة دي مساجد القاهرة تجرب بالكسرة. فالاسم ممنوع من الصرف يعني يجرب الفتح يبع عن الكسرة لكن بشرطين ألا تدخله أل ولا يضاف لما بعدها. كده يا ولد كده ها؟ عفوا كويس انك مصحصح في الشغل. الياء دي اولاد تكون علامه فرعيه في ثلاثه ابواب في الاسماء الخمسه في القران الكريم. ارجعوا الى ابيكم ارجعوا الى ابيكم يوم يكون المرء من اخيه ده مجرور بالكسره فعفوا بالياء يبقى من حرف جر اخيه اسم مجرور من علامه الجر الياء لانه من الاسماء الخمسه. اذا الاسماء الخمسه تجر بالياء. وبرضه جمع المذكر سليم جرب الياء بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين يبقى حرف جر المؤمن اسم مجرور بالياء نيابه عن الكسر. طيب فقضاهن سبع زوجات في يومين يبقى في حرف جر يومين اسم مجرور بفي علامه الجر الياء. اذا المثنى يجرب الياء وجمع المذكر يجرب الياء والاسماء الخمسه تجرب الياء. ترجع علامات فرعيه الاسماء الخمسه اقول سلمت على اخيك نظرت إلى أبيك جمع مذكر أقول سلمت على المسلمين. طيب المثنى أقول مثلا سلمت على رجلين أو نظرت إلى فتاتين. يلا يا شيخ عمرو على متى الجزم؟ قال وللجزم علامتان السكون والحذف. صلوا على رسول الله. إحنا عندنا السكون ده في علامة الجزم وهي علامة أصلية والفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. كل الحروف صحيحة يعني شوفوا يا أولادي محمد يجلس أما فعل ضمة أقول لم يجلس. طب يأكل أقول لم يأكل. فأي فعل صحيح الآخر هيجزم بالسكون. السكون ده في علامة أصلية للجزم. إذا كان الفعل معتل الآخر زي يسعى ده معتل بالألف يدعو معتل بالواو يمشي معتل بالياء عندما نأتي بعد الجزء يحذف حرف العين. إذا حبينا نطبق ده في القرآن ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تدعو مع الله إلها آخر ده بعد الجزء حرف نفي في الجزم. تنسى ده فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف عين اللي هو الألف
ايه اللي عرفنا المحذوف الف؟ الفتحه. الفتحه تدل على المحذوف الف. فتمشي. الكسره دي معناها فيها حذف، يبقى ده فعل مضارع منصوب بحذف حرف العله. حذف حرف العله نبع عن السكون، نبع عن السكون. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ طيب ولا تدعو مع الله الها اخر، اصلا تدعو يبقى حذف حرف العله اللي هو الواو. طب ايه اللي عرفنا الواو الضمه دي؟ اذا ضمه اشاره ان في واو، واو العله حذف. والكسره يبقى في ياء، والفتحه يبقى في الف. اذا حذف حرف عله ينبع عن السكون، فالسكون علامته الجزم علامته الاصليه ايه؟ السكون. ينبع عنها علامتان، حذف حرف العله في المعتل، وحذف النون في الافعال الخمسه. قال تعالى فان لم تفعلوا، شوف يا اولاد اي تفعلوا، اصلا تفعلون، تفعلون ده فعل مضارع مرفوع بسكون النون، لما دخلت لم يبقى مرسوم بحذف النون. اذا حذف النون وحذف حرف العله علامتان فرعيتان عن السكون. وده اخر حاجه في العلامات، يعني اخر حاجه في علامات الاعراب هو ده اللي احنا قلناه. اذا خلاصه ما قلناه، قلنا علامات الاعراب كانها اربعه: الضمه علامه الرفع، والفتح علامه النصب، والكسر علامه الجر، والسكون علامه الجر. قلنا نبع عن الضمه، يعني الضمه دي علامه اصليه تكون في الاسم المفرد. هذا قلم واقلام، رجل ورجال، جمع مؤنث، هذه فتيات، والفعل المضارع الاستاذ يشرح الدرس. ينوب عن الضمه قلنا الواو في بابين في الاسماء الخمسه، وابونا شيخ كبير، جمع مذكر التائبون العابدون. ونوب عنها الالف المثنى قال رجلان، ونوب عنها ثبوت النون في الافعال الخمسه والله خير بما تعملون لن تنزل حتى تنفقوا مما تحبون، مرفوع بثبوت النون. الفتحة علامة أصلية للنصب تكون في الاسم المفرد، اشتريت قلما وأقلاما، وهذه الفتحة يعني تنصب أيضا بالفعل المضارع، قوله تعالى لن أكلم اليوم إنسيا، لن نبرح عليك عاكفين. ينوب عنها قلنا الألف في الأسماء الخمسة، رأيت أباك، شاهدت أخاك، زرت حماك، رأيت فاك. وفي الحديث لا يقطب الله فاك، يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابه عندما رأى فصيح اللسان دعا له فنبقي له أسنانه سليمة إلى مماته. ينوب عن الفتحة الياء في بابين في المثنى وجمع المذكر، رأيت لا رأيت المهندسين ورأيت المهندسين. ينوب عن الفتحة الكسرة في جمع المؤنث، خلق الله السماوات. أقول إيه؟ زرت الطالبات، رؤوس الطالبات، نفي الكسرة تكون علامة أصلية في الاسم المفرد، سلمت على رجل، على رجل، وجمع التكسير سلمت على رجال، وجمع المؤنث سلمت على مسلمات. ينوب عنها قلنا الياء في ثلاث ابواب، الاسماء الخمسه تجرب الياء، ارجعوا الى ابيكم ثم ثمر من اخيه وامه وابيه. والياء في جمع المذكر في المؤمنين رؤوف رحيم، وفي المثنى في يومين. بعد ذلك ناتي إلى السكون، ناتي إلى الفتحة، الفتحة تنوب عن الكسرة في الممنوع من الصرف، إحنا قلناها يعني، صح ولا لا؟ صح. وأما السكون علامة الجزم، أي فعل صحيح يبدأ بالسكون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي فعل معتاد هيبذل بحذف حرف العلة، يعني أقول عم يدعو ربه، يدعو، أقول لم يدعو غير الله، لم يدعو واحدة في الواو.
طيب لم يمشي الى معصية، لم يمشي ما قلش لم يمشي، لا تنسى نصيبك ما قلش لا تنسى، فهذه الافعال المعتله تلزم بحذف حرف العله. الافعال الخمسه اللي هي كل فعل مضارع يتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، الرجال يذهبون المسجد اقول لما يذهبون. طيب فلان وفلان يذهبان الى المسجد اقول لم يذهبا، انت تذهبين اقول لم تذهبي، واحذف الياء احذف النون، فهذه الافعال تبذل بحذف النون. احنا وصلنا فين يا شيخ عمرو؟ لماذا يوجد حرف ألف في كلمة لم يفعلوا في سبيل؟ لم يفعلوا لماذا يوجد حرف ألف؟ أيوة أحسن، ما قلنا يا بنتي هذه هو جماعة، لابد من وضع الألف، هذه الألف تسمى الألف الفارقة بين هو الجماعة وهو العدة. لما أقول زيد يدعو ربه دي هو عدة، يعني الفعل المعتل بالواو، وهذه هو جماعة، أقول لك لما فعلوا كانوا يذاكروا باسم الله جماعة، ووضعنا الألف ليست منطوقة هي بس إملائية كده علشان نعرف القارئ أن هذه واو جماعة وليست واو علة، يسمى الواو الفارقة. يبقى لما أعرف أقول لم حرف جزم، تفعلوا فعل مضارع ملزوم بلم، علامة الجزم حذف النون، أين الفاعل واو الجماعة؟ ضمير متصل مبني في محرر، الألف تسمى فارقة بين واو الجماعة وواو العلة. احنا كده تقريبا احنا قطعنا تقريبا أكثر من نصف الكتاب يعني. لأنه جاي بعد كده يا أولاد هيبقى مقرر، يعني في دروس هتبقى مكررة. أعتقد إن في دروس مكررة. حسب ما أنا أعرف يعني. يعني في صفحة 43 تضرب الشيخ عمرو. فاهمين يا أولاد؟ هيقول فصل المعربات، المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالايه؟ اذا هيعيد نفس الكلام اللي قلناه. يعني هيعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه. فان شاء الله الاسبوع القادم يعني اشوف جاري شبه العرب المثنى والجمع المذكر، ذكر المثنى والعرب الافعال الخمسه والاسماء الخمسه. دائما هو هو بس في النص، النص المبارك هيجيب الادوات يعني في نص صفحه 53 احنا يعني النص المبارك ينصب الى صفحه 3 نص، هو هيتكلم عن ادوات النص، هيتكلم عن ادوات الجذب. يعني احنا في الجذب نهتم بمثال واحد فقط اللي هي لم، لكن هناك ادوات تجذب فعل واحد زي لم ولما ولا ولم الامر، في أدوات تجزم فعلين. إذا من 53 هو نفس الدرس بس نذكر تفصيلا هو الأدوات. اللي عندها أي سؤال أو استفسار فيما تفضل. أختنا الكريمة بتسأل يعني كلمة يمد ده فعل مشدد مضاعف يعني صح؟ شوف يمد شدة وفتحة يعني. في عندك آية بنتي ومن يشاقق الرسول، وفي يوم يشاق يعني في فعل مشددة يشاقي يشاقي. طيب وفي يشاقق، فالفعل المشدد هذا مدغم يعني ساكن ومتحرك أصبح مدغم صح؟ فإذا فك هذا الإدغام رجع السكون ومن يشاقق، فنشوف يمد اقول من يمدد من يمدد افهمي. طب اذا ابقيتيه مشدد هيبقى مجزوم علامه الجزم السكون المقدر، منع من ظهوره ايه؟ حركه التشديد، يعني مش من يشاقق الرسول ومن يشاقق، لا من يشاقي، شوف من يشاقي، يعني شوف لما قلنا هيبقى لم يمد أو لم يمد، يعني عندنا يمد، هذه لا يجوز فيها الجزم، يعني يمتنع الإنسان من يجزمها، مش يمد
فما ينفعش نقول لم يمر، السكون ده يظهر، يبقى مجزوم بالسكون المخفف. منع من ظهور حركته التضعيف ده اللي هو التضعيف ده، لو انت فكيت التضعيف هيرجع السكون. يعني شوف لم يمد زي ما هي كده، لم يمد يبقى مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون المقدر، منع ظهور التشديد اللي موجود على الدال. فهمت؟ اي نعم، ما هو الكلمه دي يجوز فيها الفك وجود الاضغام، واذا كان هذه الايتين موجوده في القران، الناس اللي ربنا منع عليها بحسب ختم القرينه ممكن يقول لها في ومن يشاقق الرسول، وفي من يشاق بتشديد. واحد عايز مثلا تفضل. هل فيه شرط ان نستعمل لغه الجمع او لغه التثنيه؟ هل فيه شرط الفائده ان نستعمل لغه التثنيه او لغه الجمع بمعنى التثنيه بمعنى الجمع؟ هل فيه شرط او في مثل ايش انواع تمثل احد؟ صرحتي؟ ماذا تقول صديقتي؟ عيد السؤال مره ثانيه. هل فيه شرط؟ شرط يا بني، اسمع يا بني، قلت لك ان العرب اذا ارادت ان تثني شيئا لا يتكرر، مثل القلب، مثل الرأس، مثل الانف، لكن اليد تتكرر، الرجل تتكرر. إذا أرادت العرب أن تسمي شيء لا يتكرر لها في ذلك ثلاث لغات. اللغة الأولى لغة الإقرار، وهذه مستعملة عندهم، فيقولون أضعت رأس الكفشين، وهذه لغة مستعملة. فيعني تصلي مرة الفرق، يعني عبر باثنين، عبر بالواحد واقصد اثنين. اللغة الثانية قطعت رأسي الكبشين، وهذه تسمى لغة التثنية. اللغة الثالثة قطعت رؤوس الكبشين، وهذه تسمى لغة الجمع. هذه اللغة الأخيرة هي أفصح لغة عند العرب، وبها نطق القرآن. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. وقلنا لماذا كانت فصيحة أو أفصح اللغات الثلاث؟ لسببين: خفتها على اللسان خفيفة، وأمن اللبس، معنى أمن اللبس يعني السامع لا يلتبس على الأمر، ويعرف بالطبيعة أنك تقصد رأسين ولا تقصد رؤوس، لأنه رأى أمام عينيه كبشين، وكل كبش له رأس واحد. فعندما أقول قطعت رؤوس الكبشين يعني أعرف بداهة أنك تقصد رأسين، لكن إذا قلت قطعت أرجل الكبشين فهنا في لبس، تقصد أرجل يعني قطعت أربعة ولا قطعت اثنين فقط. هنا لا يجوز، لأنه هيحصل لبس عند السامع. واضح؟ يعني إذا قلت قطعت أرجل اللصين، يعني دخل اللصان في سرقة منزلك، وأنت أمسكت بهما، وأتيت بشيء آخر وقلت قطعت أرجل اللصين، فالسامع ماذا تقصد منها؟ قصدت رجلين أم أربعة؟ هذه لا يجوز استعمال لغة الجمع في لغة التثنية. اللي يحصل لبس عند السامع، هل تقصدون اثنين ولا أربعة؟ واضح يا هنا علشان ذكر تكررت، يبقى لابد أن أنا المسمى الحال يعمل الحال. أقول قطعت رجلي اللصين، أقصد لي. لو قلت أرجل يبقى جميع الأرجل. فاهم يا بنتي؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا في وقت الظهيرة تعجب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان يشعر بالجوع. وسبحان الله صاحبان يشعرون بالجوع، فقال ما اخرجكما من بيوتكما، لم يقل من بيتكما، في صعوبه
من بين بينهما يصرون قال بيوتهما بس هذه اسمها لغة التسمية لغة الايه؟ الجمع مكان التسمية فهمت يا بنتي؟ في حاجة عن سؤال ثاني؟ تفضل أولاً يا أولادي الكلمة الجمع ممكن يجمع يعني الكلمة ممكن تجمع مرة أخرى كلمة قول مثلاً أقاول وأقاويل نقول مثلاً كلمة كلب وأكالب وكلاب وأكالب تسمع عندنا صيغة منتهى الجموع يعني الكلمة وقفت لا تجمع مرة ثانية فعندك زينب وزينبات زينب مفرد زينبات جمع قد زيانب هذا اسم صيغة من ليس منتهى الجموع يعني وقت الجمع ده فلا تجمع مرة ثانية دي تبقى ممنوع من الصرف يعني تجرب الفتحة من يد عن الكسر الحمد لله فهمتم يا ولد في سؤال ثاني ها أمشي خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا عند الموت شهاده وارزقنا بعد الموت جنات ونعيما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.